في 22 من فبراير عام 1915 بمحافظة الإسماعيلية اتولدت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا. دخلت عالم الرقص والفن وهي صغيرة جدا، وده جه بعد معاناتها في حياتها بعد تعذيب أخوها ليها لما والدها توفى، فقررت إنها تهرب وتسيب الإسماعيلية. وبعدها تعرفت على الرقاصة سعاد محاسن، ولما سافرت سعاد للشام راحت تحية للرقاصة بديعة مصابني، ومن هنا اكتشفت موهبتها في الرقص وضمتها لفرقتها فورا عام 1935 دخولها للسينما والمسرح جه بعد شهرتها في الرقص، واللي ساعدها في كده سليمان باشا نجيب واللي طور منها فكريا وسياسيا. كانت بداية شهرتها عام 1940 بعد تقديمها رقصة الكاريوكا العالمية في عرض من عروض فرقة بديعة مصابني، وبعد كده اسم الرقصة بقى ملازم اسمها تحية كاريوكا. الفنانة تحية كاريوكا اتجوزت 14 مرة، منهم الطيار حسن عاطف والفنان رشدي أباظة والمطرب محرم فؤاد. وفي عام 1973 ابتعدت عن الأضواء بسبب زيادة وزنها، فاضطرت للسكن في أوضة على السطح في حارة شعبية بعد ما خسرت فلوسها. كمان عانت من مية بيضة على عينيها، واللي تكفل بعلاجها الأمير السعودي فيصل بن فهد. اعتزلت الفنانة تحية كاريوكا الفن في منتصف الخمسينات وتفرغت تماما للسينما، فقدمت أعمال كتيرة زي شباب امرأة، حماتي قنبلة ذرية، أم العروسة، خلي بالك من زوزو، منديل الحلو، اسكندرية كمان وكمان، الصبر في الملاحات وغيرهم. كمان قدمت عروض مسرحية كبيرة مع جوزها المخرج فايز حلاوة، ومن المسرحيات دي روبابيكيا ويحيى الوفد. وفي 20 سبتمبر عام 1999 اتوفت الفنانة تحية كاريوكا وعمرها 84 سنة نتيجة تعرضها لجلطة رئوية حادة بعدما رجعت من العمرة. وكان عندها بنت بالتمني لما كان عندها 70 سنة، وكانت دايما بتضحك مع أصحابها وتقول لهم خلفت وأنا 70 سنة. وقبل وفاتها وصت واحدة من أصدقائها على تربية البنت اللي تبنتها.